مبارك لكم عيد الغدير الأغار، مبارك لكم الثبات على الولاية، الثبات على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اليوم راح نشوف الناس اللي موجودين هنا أيضا لنبعث التهاني والتبريكات في هذا اليوم العظيم. حجينا السلام عليكم، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا أبا هنا، كل عام وانت بخير، أيامكم سعيدة موفقين إن شاء الله، عيدكم عليكم خير. السلام إيه، نهني الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي ومراجعنا العظام بعيد الغدير الأغر. إيه، يعود عليكم بالخير والسلامة. هو عيد الله الأكبر، أكبر هو هذا العيد الكبير، يعني العيد الأكبر هذا يعود على العالم الإسلامي وعلى العراقيين وعلى العراق كافة بالخير والسلامة. أنت اليوم جيت زرت مناسبة هذا اليوم؟ بهذا اليوم إن شاء الله تقبل الله أعمالك بهذه الزيارة، دعينا لكم ودعينا العراقيين. كم في طقوس ما سوى بهذا اليوم معين؟ إيه، بس احنا اليوم زيارة الجوادين، باكر نروح زيارة أمير المؤمنين. إيه، يعني أفراح. الله يعينك. إيه، جميع إن شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير عزيز. إن شاء الله. نهنئ صاحب العصر والسلام، صاحب العصر والزمان، بعيد الله الأكبر، عيد الولاية، ولاية علي بن أبي طالب، عيد الله الأكبر. إن شاء الله ثابتين على الولاية. زين، بالعادة أنه الطقوس شلون تكون بهذا العيد؟ أفراح ومسرات إن شاء الله. نعم، ثبات على الولاية. بعد الزيارة اليوم وين راح تروح؟ إن شاء الله نتوجه للنجف الأشرف. إن شاء الله. نعم، يوم يوم الجمعة إن شاء الله بالنجف الأشرف. ما شاء الله. كل سنة هيك؟ كل سنة إن شاء الله. الله يتقبل. أنا خيك عسكري، يعني كنت هذا صادف استراحتي وإجازتي، أنا أكون بالزيارة إن شاء الله. وقت دوامك تخلص الزيارة. إن شاء الله. دعاء والصلاة. ربي يوفقكم. ويوفق الجميع. ممنونين منكم يا حبيبي. إحنا بالخصوص الإمام علي يعني شخصية سلام الله أعظم شخصية مرت. نعم، من بعد رسول الله أعظم شخصية بالتاريخ. شلون ممكن يكون قدوة الإمام علي؟ شلون ممكن إنه نتعب من الإمام علي؟ إن شاء الله. شلون التعال سلمان المحمدي خطوة بخطوة ورا الإمام علي إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق لكم حبيبي. ممنون أخ عزيز. نعم، مشاهدي الكرام متواصلين معكم، تفضل لنا شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. العام التبخير. الله يخليك. الله يبارك فيك. رحم الله والدك. نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم بحق محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع هذه الغم عن هذه الأمة بحق أمير المؤمنين. وفقنا الله وإياكم. الله يخليك. أنتم اليوم زرتوا بمناسبة عيد الغدير؟ لا، الحمد لله والشكر. الله يبارك فيك. منا ومنكم صالح الأعمال. بالعادة الطقوس بهيك يوم بهيك عيد، عيد الله الأكبر. نعم. شلون تكون الطقوس؟ والله الطقوس اليوم ما شاء الله مثل ما تلاحظون نعمة من الله وخير وبركة، وإن شاء الله الله يعيدها علينا بالصحة والعافية وعلى أمة محمد. إن شاء الله النجف تروحون؟ إن شاء الله إذا الله وفقنا. وقت تروح؟ إن شاء الله الجمعة. إن شاء الله. إن شاء الله. وزعتوا شيء شكليت؟ شكليت شكليت الحمد لله والشكر. إيه الحمد لله والشكر. وزعنا وزعنا خير وبركة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شلونك سيدنا؟ العام تبخير. إن شاء الله ثبات على الولاية. والله يعني يوم يركب من هني العالم الإسلامي بعد زيارة دائما نزور الله يشكر من فضل الله سبحانه وتعالى الزيارة. بس علي صوتك شلون؟ علي صوتك ناصح؟ لا صوتي مو ناصح. ما حد لا ما أقدر نعم بلعن. يعني عيد الله الأكبر، عيد الغدير. طبعاً عيد الغدير. طبعاً هذا يعني من مميزات العيد، يعني بين فترة وفترة صادنا مناسبة عياد جياتي إحنا موجودين حاضرين كامل الزيارة قدام البيت. بالعادة شلون تكون بهذا العيد؟ والله والجو عموماً يعني حار، بس يعني على كلام. يعني قصدي توزعون شكلي. طبعاً شفتي هذه شو لا مواكبنا. خير من الله. شيء ما ينعاد. ما ينعاد ولا يوصف بالصوف يعني. الحمد لله. نعم نعم. مشاهدي الكرام، أيضا بالتالي هو عيد الغدير لشخصية عظيمة جدا مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللي وصفه على الشريعة بكتابه علي في محنة الثلاث. يعني يقول أنه كل الأساطير اللي مرت على الكرة الأرضية هي ابتدعها الإنسان حتى يلبي طموحاته والفراغ اللي عنده موجود. ويضرب مثال، يقول مثلا هرقل أسطورة بالحرب والقتال وما شابه ذلك، فينيسيوس إله النار وما شابه ذلك، لكن كل أسطورة ابتدعها الإنسان، خصوصا أنه على سبيل المثال روميو وجولييت، هاي الأساطير ابتدعها الإنسان ليسد فراغه يسد طموحه، يعني من وحي الخيال وما لها أي نصيب من الواقع. فبالتالي
الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين، الشخصية الوحيدة اللي لبت طموحات البشرية ويقول عليها أنه على شريعتي. يقول الإمام علي حقيقة فوق غرار الأساطير، وفعلا علي بن أبي طالب حقيقة فوق غرار الأساطير، باعتبار الإمام علي اليوم كل الصفات اللي يريدها البشر تتمناها البشرية موجودة بشخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليكم. أنتم بخير، عليكم التوفيق إن شاء الله جميعا. يعني على شريعتي يقول أنه الإمام علي حقيقة فوق غرار الأساطير، الأساطير وهمية الإنسان ابتدعها يسد فراغه، لكن الإمام علي الشخصية الوحيدة اللي مرت على الكرة الأرضية ولبت طموحات البشرية، يعني بالحرب قائد ما شاء الله، بالحب فتشي، بالخطابة بالفصاحة أمير المؤمنين بعد. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعجز الإنسان عن ذكره إذا كان قرآن أو أحاديث نبوية، أتت فيه أكثر من 300 آية في القرآن تمجد وتعظم أمير المؤمنين صراط، وسمته الصراط المستقيم، وسمته لدينا في أم الكتاب لعلي حكيم. وأيضا فدعاء من الآيات، من نقرأ سورة الفاتحة أوضح ما أعرفه. عندما نقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم هنا ماذا يعني؟ إذا مقصود الصلاة أنا أصلي، إذن المقصود هي ولاية علي بن أبي طالب صحيح، وإلا لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ وأيضا كيف يثني الله تبارك وتعالى ويؤكد هذا لما يقول ولدينا في أم الكتاب لعلي حكيم؟ إذن هذا الشيء الآخر، النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لم يكن وصف ناقص، وإنما دلت عليه مسائل كثيرة. منها أولا عند ولادة الإمام الحسن صلوات الله عليه أتوا بي إلى الإمام قالوا سمي اسمك، قال أنا أكره أن أسميه قبل أن يسميه رسول الله. وأتوا إلى النبي قال أنا أكره أن أسميه قبل أن يسميه الله تبارك وتعالى. يقول أبي ذر رحمة الله هبط الأمين جبرائيل وقال يا محمد تسمي ولدك، من يقولون من أين تقولون أسماء أولاد رسول، تسمي ولدك الأول على اسم ابن هارون الأول. قال وما اسم ابن هارون الأول؟ قال اسمه شبر. ما معنى شبر في العربي؟ معناه الحسن. ثم أيضا للإمام الحسين، ولادة الإمام الحسين أيضا أتوا إلى الإمام سمي ولدك الثاني، أيضا قال أنا لا أسميه أو أكره قبل النبي. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا هبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد تسمي ولدك الثاني على اسم ابن هارون الثاني. ما اسم ابن هارون الثاني؟ قال اسمه شبير. ما معنى شبير؟ معناه الحسين. هاي علامتين. العلامة الأخرى عندما ذهب موسى على نبينا عليه السلام إلى ميقات ربه 30 وأتمام 10، ترك أخوه هارون، عصوا هارون أطاعوا السامري وعبدوا العجل. إذا ما إن ذهب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا علي بن أبي طالب، أيضا تركوا علي بن أبي طالب وأطاعوا السامري وهكذا. إذن الشيء الآخر، حاربت هو هارون صفيرة وحاربت علي بن أبي طالب حميرة، كل اللي قاله النبي صلى الله عليه جرى، شيء كله صار. إذن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا كان علم فهو علم، وإذا كان قيادة وبكل الأشياء إلى حكمة من كل شيء، من كل شيء. زين، بماذا؟ هل يستشير أحد؟ لا. وأيضا عندما يقولون أن علي بن أبي طالب أفضل الجميع بعد النبي، الدليل أنه لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج له، وصارت كثيرة. سألوني قبل أن تفقدوا. كثيرة كثيرة كثيرة، لا نريد أن نقول أسماء ولكنها كثيرة جدا. زين، وهذا يوم الغدير شاهد، وهم في السقيفة تركوا هذا وقال سكوت عن حق لمدة 23 سنة ترجع وحفاظا على وحدة الإسلام. يعني هاي التضحية بحد كثيرة كثيرة. أذكر فد نعم أذكر فد ملاحظة، لا أريد ذكر أسماء، الشيخ صاحب كتاب الغدير الأميني قدس الله نفسه، عند أحد الشيوخ صديق إليه سوال عزيمة، قال له أجي ولكن بشرط ما تسألوني أسئلة. قال له ما يخالف. سووا، أحدهم سأله قال يا شيخ
نحن المذاهب نقول أن أبا بكر هو الخليفة الأول وأنتم تقولون علي بن أبي طالب. قال له رح أسألك سؤال. قال له هناك حديث للنبي صلى الله عليه وآله يقول من مات ولا يعرف إمام زمانه مات موت جاهلية. هذا الحديث موجود عندكم صحيح؟ كلهم قالوا صحيح. قالوا متأكدين؟ قالوا نعم. قالوا طيب، فاطمة صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين كانت تعرف إمام زمانها أم لا؟ تقول الرواية صمتوا لمدة 20 دقيقة. ماذا يقولون إذا قالوا لا تعرف؟ كيف ماتت جاهل؟ وإذا قالوا تعرف من هو؟ إذا قالوا فلان في البخاري سخطت عليه ودعت. فإذا أهل البيت صلوات الله عليهم معروفين، ولكن هذا كأنها ماذا نقول يعني قد أشياء في الخروج بخروجهم اعترفوا، ولكن مو بلسانهم، اعترفوا بما قاله الشيخ الأميني. فإذا هي كثيرة كثيرة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ونوادر كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. نسأل الله تبارك وتعالى بحق يوم الغدير وبحق علي بن أبي طالب أن ينصر ولا يسلط علينا من لا يرحمنا، وينصر هذا البلد بحق محمد وآل محمد، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيد لا تنسانا بالدعاء. الله يحفظكم. الله يخليكم. نعم مشاهدينا الكرام، إذن بالتالي احنا اليوم بنتحدث عن شخصية مثل الإمام علي عليه السلام، أمير النحل، أمير الضوء. فبالتالي أنه الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه شخصية يعني ما يفي بها الكلام، قرآن الناطق، صراط المستقيم. أكيد أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نهني الشعب العراقي ونهني الأمة الإسلامية بعيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، عيد العدالة السماوية. الإمام علي كما تفضلت هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى على الأرض، هو القرآن الناطق، هو العدالة السماوية، هو الإصلاح الاجتماعي، هو محاربة الفساد، هو السلطة التنفيذية للإسلام. وعليه جاء يوم الغدير ليكلل جهد هذا الرجل الذي بذل نفسه فداء للإسلام منذ أن كان لوحدة الإسلام ولوحدة صفوف المسلمين. أكيد أكيد. رجل نذر نفسه منذ طفولته فداء للإسلام، يوم أن بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى استشهاده هو كان المقاتل الأول والقائد الأول وطليعة المسلمين في كل فتوحات وحروب الإسلامية. أمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن أن يقيم بكلمات، ولا يمكن لشخص أن يفي بحقه. فجاء تكريم الله سبحانه وتعالى له في يوم الغدير، هذا اليوم الذي نصبه أميرا على كل مسلم ومسلمة. فيحق لنا كمسلمين وكإنسان أولا أن نحتفي، أن نفتخر، أن نحتفل بهذا اليوم. نعم، بهذا اليوم، لهذه الشخصية العظيمة التي لم يأتي بها الزمان إلى يومنا هذا، ولا يمكن أن يتكرر شخص بما حمله أمير المؤمنين عليه السلام من صفات إنسانية أولا وإسلامية ثانيا وقيادية ثالثا. وبالتالي هو اليوم أمير المؤمنين يعني مو فقط للشيعة بل للعالم. لا أبدا أبدا، كل المناهج والدراسات حتى في أوروبا. من الخطأ أن نحصر الإمام علي عليه السلام هذا القيمة الفكرية، هذه القيمة الإنسانية بالمسلمين. أبد كل العالم يتفق عليه أنه أعظم رسالة قيلت بحق الإنسانية اللي قالها الإمام علي عليه السلام. إن لم يكن أخا لك في الدين الإسلام فهو نظيرا لك في الخلق. الإمام علي فكر عظيم وفكر واسع، ويعني علينا أن نحن كبشر كبشرية كمسلمين كعراقيين أن نقتدي بهذا الرجل العظيم، وأن نستلهم أفكاره وما حمله من فكر في حياتنا اليومية، أن نستفاد من فكر الإمام علي عليه السلام. اليوم مجتمعنا العراقي بأمس الحاجة بالعودة بالرجوع إلى هذه الأفكار وهذه القيم الخلاقة، خصوصا وأن البشرية والمجتمعات وبخصوصا المجتمعات الإنسانية الآن تواجه هجمة
غربية شرسة ضد الإسلام والمسلمين، آخرها ما حدث قبل أيام بشخص مأزوم، بشخص مريض نفسيا، أن يقدم على فعلته جبانة بحرق القرآن الكريم. وهناك الكثير من الأفعال التي تدل على أننا في مواجهة جديدة، نعم فكرية وقيم، ولا يمكن أن نواجه هذه الأفكار الهدامة وهذه القيم الدخيلة على الإنسانية إلا بالرجوع إلى الإسلام وإلى الأفكار والعقائد السليمة، ومنها فكر وعقيدة أمير المؤمنين عليه السلام. الثبات على الولاية للجميع إن شاء الله. العادة الطقوس شلون تكون؟ أكيد يعني إحنا هذا اليوم كل من يحاول يحتفل به على طريقته الخاصة، البعض يعني يتجه إلى مدينة أمير المؤمنين عليه السلام النجف الأشرف لإحياء هذا اليوم، ومن لم يستطع فعليه بمدينة الكاظمية المقدسة، وهذه الأجواء الجميلة وهذا الاحتفال بيوم الغدير. هنيئا لكل مسلم وكل مسلمة بهذا اليوم، وتمنياتنا لقناتكم الأيام التقدم والاستمرار في هذا العطاء الإعلامي القيم. شكرا لكم للجميع إن شاء الله. شكرا لكم. عدينا السلام عليك. سلام عيني. الله يستر عليك. العام وانت بخير. العام وانت بألف خير. شكر لله الحمد لله. الثبات على الولاية. نشرف. آمين رب العالمين. الله يطول، الله يخلي العراق إن شاء الله بجاه الرسول محمد وبجاه الإمام علي. إن شاء الله العراق يستقر، وإن شاء الله يزود الخير والاطمئنان بجاه هاي البيعة، بيعة العظيمة لكل الشيعة. لأن بيعة الإمام علي ليت الأخرى ليت الجمعة، بيعة الإمام علي بيعة للشيعة عامة، وإن شاء الله للعالم نعم للعالم عامة. إن شاء الله يستقر الوضع بالعراق، وإن شاء الله بخير وبجاه الرسول محمد. إن شاء الله الثبات على الولاية إن شاء الله وإن شاء الله. عزيزي أنا من قضاء القرنة وجاي هنا على مود الإمام، زيارة الإمام الكاظم، وحتى نزور الإمام كربلاء ليت إن شاء الله باكر، وبليت يوم الجمعة إن شاء الله بالنجف على مود رحلة الزيارة. يعني طقوس العيد إيش راح تكون زيارة إن شاء الله، وإن شاء الرسول، ومشكورين على اللقاء. عزيز قلب كل عام وانت بخير. وانتم بخير كل عام. ثبات على الولاية، ربي يعيد عليكم بالصحة والعافية ان شاء الله. الله يعزك. شو نحب نقول انه وفيت يوم بشخصية عظيمة مثل الامام علي اللي يبقى طموحات البشرية بشكل عام، خصوصا انه بالمبادئ بالقيم بالثبات القرآن الناظر. يعني حقيقة احنا نهنى الأمة الإسلامية والشعب العراقي بشكل خاص بمناسبة عيد الغدير الأغار، والكلمات تقف عاجزة لوصف هذا اليوم، لوصف سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام. أنا مدينة العلم وعلي بابها، قالها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أسد الله الغالب، مهما كانت الكلمات تستطيع الوصف لكنها لا تستطيع وصف عظمة هذا الشخص علي بن أبي طالب. دستور الحياة حقيقة، اليوم الإمام علي هو دستور الإنسانية، دستور العلم، دستور الذكاء، دستور الدين. اليوم علي بن أبي طالب لا نستطيع وصفه لا بكلمة ولا بمئة. علي بن أبي طالب علمنا معنى الحياة فعلا حبيبي. إذا ما هو الحياة، علي بن أبي طالب هو النفس. احنا اليوم نتنفس بخطى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اليوم الإنسانية، الصلاة، عمود الدين، القرآن الناطق، من أكمل النهج الإسلامي بعد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب. وقالها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: أترك بين يديكم أثقلين، كتاب الله وعترة آل بيتي. يعني اليوم آل بيت النبوة لا تستطيع أي كلمة أن تصف مدى عظمة هؤلاء الناس. أنا أتكلم عن الأئمة، عن نهجهم، عن إنسانيتهم، عن طيبهم، عن كرمهم، عن جودهم. اليوم نشوف عظماء العالم، اليوم شهداءنا، عوائلنا، أهلنا، ناسنا. اليوم كل من سار على هذا النهج نشوف الله وفقه بأبهى صورة، بأبهى مكان، بأبهى عظمة. اليوم آل البيت طريق، منارة نور لكل حر بالعالم، وكل شخص لديه إيمان بالله سبحانه وتعالى يجب أن يتبع خطى هؤلاء الناس. حبيبي الغالي كل عام وانت بخير مرة أخرى. حبيبي عم مشاهد الكرام الغالي إن شاء الله موفقين. نعم مشاهد الكرام، بالتالي الحين متواصلين وياكم بهيك يوم عظيم، هيك يوم
مقدس خصوصا وانه يوم عيد الله الاكبر، عيد الغدير، والثبات على ولايه امير المؤمنين ان شاء الله لكل الامه الاسلاميه اجمع. حقيقه انه الامام علي نعجز يعني نتحدث عنه بكتاب بسطر بسطرين، يعني هاي الشخصيه اللي مستحيل مستحيل قطعا يعني انه احد انه يقدر يفي بحق شخصيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. بالتالي انه اليوم من نقول حقيقه علي الامام علي حقيقه فوق غرار الاساطير، فعلا انه اليوم مهما الاساطير يمجد بها الانسان يعظم بها الانسان، هي بالتالي وهم، مبنيه على وهم ما لها اي نصيب من ارض الواقع. فنشوف انه الناس معظمتها، لكن علي بن ابي طالب الشخصيه اللي مرت على الكره الارضيه لبت طموحات البشريه بشكل او بجميع الاشكال. يعني ان اليوم العلم والمبادئ والنهج كلها يعني مرجعها فعلا رسول الله، لكن بالتالي علي بن ابي طالب يعني له دور كبير. حجينا السلام عليك. عليكم هلا بي. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. ان شاء الله الثبات على الولايه. والله. ثبات على الولايه. والكاظم بطلبه هذا دكتور بغداد. والله اللي يجي انا بالنسبه لي انا احكي شخصيه يعني خصوصي الي. كنت مريض. يعني فرد نوم ما اقوم. ولقى ابني لقى سيد قال له روح للكاظم انا رويه روح للكاظم هو يقومه. جيت اول اربعه مال مرضى صلوات رديت مشي ما شاء الله اللهم صل على محمد وال محمد. ثاني بعد صرت زلمه. ثالث خير من الله. والله ما بتيها هذا هسه ما بتيها والله. هذا هو 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 الطبيب مال بغداد هذا. بغداد ان شاء الله صحه وعافيه. صحه وعافيه. هم اهل البيت كلهم ويجي. ها؟ كلهم ويجي اهل البيت. اي والله. يعني هم عندي اي والله اي. يعني بالتالي خيراتهم. هم خيراتهم وهم عند الله يدعون من الله. هم من الله يدعون هاي امتهم اللي يخدمونهم خدمتهم يدعون لها. يعني الزياره راح تكون بالنجف. اي صلوات على محمد ان شاء الله. التوفيق. اشكرك الله يوفقك. عم الله والديك الله يوفقك قلبي. نعم مشاهدينا الكرام، بالتالي انه اليوم ايضا خيرات اهل البيت مو فقط يعني الناس ان شاء الله يعني اللي يجون هنا اللي عنده حاجه اللي مريض اللي يعني اللي ناقصه شيء ممكن انه اهل البيت يعني ما يقصرون مع شخص اذا طلبهم او ناجاهم، خصوصا انه امير المؤمنين اللي هو احنا نقدمه بالافراح ان شاء الله الثبات على الولايه ولايه امير المؤمنين. ونسالكم الدعاء ونتمنى عيد غر للمؤمنين والمسلمين اجمعين ان شاء الله في كل انحاء العالم. وهذا العيد احنا هسه عيد شلون؟ لان هو هذا عيد الله الاكبر وليس عيد الاضحى، هو عيد الموتى. عيد الاضحى عيد الموتى. نضحي لامواتنا ونضحي لانفسنا حتى في حياتنا. لكن عيد الغدير هو هذا العيد الاكبر للمسلمين. لما الرسول لزم في حجه الوداع في حجه الوداع لزم ايد الامام علي عليه السلام ورفع ايده وقال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا ولي من بعدي لكن ليس بنبي من بعد. وليس بنبي. واحنا نشكركم ونشكر قناتكم ونتمنى لكم التألق الدائم ان شاء الله. نتمنى لكم التألق و اليوم توزع شوكليت هنا بالكاظم. ايش وقت تروح للنجف؟ ان شاء الله احنا على الجمعه يوم الجمعه. اي ولو هي يصير يكون ازدحام قبل يوم نطلع احنا لهناك. طلعوا الخميس. بالضبط. الزياره تقريبا من اليوم. من اليوم فعلا بدت الزياره وبدت الناس تتواكب. انت لا تتصور بس بالعراق العراقيين، لكن من خارج القطر جاي والعالم هسه احسنت من خارج القطر جاي تجينا وتدخل هنا وفود للزياره وللاعياد. هاي الفرصه والمناسبه الحلوه الجميله. احنا نتمنى لكم التفوق ان شاء الله والتالق وازيد بازيد ان شاء الله. شكرا لك.
شكرا لكم، شكرا جزيلا. عمو انت بخير عمو. انت بعد بخير ان شاء الله. ثبات على ان شاء الله ثبات على ولاية علي امير المؤمنين في هذا اليوم في حجة الوداع. وقف الرسول صلى الله عليه وآله في غدير خم مبترق طرق بين مكة وبين الحجاز وبين اليمن وبين العراق وبين الشام. تقريب حضره 120 صحابي جليل لرسول الله ولأمير المؤمنين. فالله بعث جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله فقال له بلغ. فنزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ، فإن لم تبلغ فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الكافرين. فصاح الرسول يا قوم يا قوم، يعني صعد لم الهواجج والأمتعة صارت عالية كالمنبر. فلما صارت كالمنبر مسك الرسول صلى الله عليه وآله بيد أمير المؤمنين وصعد إلى أعلى المنبر. فلما وصل إلى أعلى رفع يد أمير المؤمنين عليه السلام عالية حتى بان بياض ابطيهما سلام الله عليهم أجمعين، وصاح ثلاث مرات يا قوم يا قوم يا قوم، وهو يشير باليد الأخرى إلى الإمام علي عليه السلام. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه. يلا صحوا، اللهم والي من والاه، وعادي من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذل، والحق يدار مع علي اينما دار. علي مع الحق والحق مع علي. ونزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لولا ولاية علي ولولا محمد يبشر بالولاية وبخلافة ووصي لرسول الله ماكو دين إسلامي. فهذا ديننا احنا إن شاء الله يعود عليكم بالخير وبالبركة وبالولاية والثبات إن شاء الله إلى مماتنا، ومتمسكين بولاية محمد وآل محمد. الله صل على محمد. ونزف يعني التبريكات الغالية اللي ما حد وصفها بشر، يعني تعجز عن وصفها أنت والآن ولا أي بشر. ها إلى صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، وإن شاء الله كلكم من شيعته ومواليه، وإن شاء الله نقاتل وياه. وهاي الولاية عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، ترى لا تقول باوة، عيد الفطر للصيام وعيد الأضحى للحجاج، تمام؟ وهذا عيدنا، عيد الأغر، عيد تتويج أمير المؤمنين بالولاية وخلافة ووصي لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسميه عيد البشرية، تعرف ليش؟ للإمام علي خدم البشرية بشكل عام. مو أنت إحنا نقولها بس اللي ما يقولها. هو بابا إمام الإمام علي، يعني شلون ترى علي نفسه محمد ومحمد نفسه علي، المباهلة تمام تمام. أي فأنت من تحكي على الإمام علي تحكي على الرسول، تحكي على كل الأئمة، مو إحنا من نتك على الكاميرا. أي إحنا من لآخر لحظة أو لآخر قطرة دم نحن كلنا فداء لمحمد وولاية علي وآل علي جميعا. يعني فيها من النبي محمد بن عم الرسول اجى خدم البشرية بشكل فظيع، تبديها من الإمام علي، تبديها من أولاد الإمام علي. أهل ما شاء الله البيت، أهل البيت ترى فشي يعني أكسجين. ماكو إمام
يعني من محمد صلى الله أو من جد محمد أو من أبو محمد أو من عم محمد أو من ولد عم محمد أو من أخو يعني عمام محمد، هذول كلهم هم ترى إسلام مو كانوا كفرة، هذول على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، فهذول كلهم هم إسلام أصلا إسلام. فهذول إحنا خدموا البشرية لأبو طالب أبو الإمام علي ولا عبد الله ولا عبد المناف ولا هاشم ولا كلهم أجداد الرسول، كلهم خدموا البشرية بصورة عامة من ذاك اليوم لهذه اللحظة وبعد إلى يوم يبعثون إن شاء الله، وأنتوا ويانا وكلنا إن شاء الله في خدمة محمد وآل محمد. صل على محمد. آل حج عباس إبراهيم محبوب محافظة ديالة قرية الهويدة. هو التحدي صدق محبوب. زين. والله محبوب. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يسلمك. ونشكر قناتكم الموقرة. شو اسمها؟ الأيام. قناة الأيام، ونشكر قناتكم كلها وجميع من ساهم بهذه اللقاء، ونشكركم والله ان شاء الله دائمين بخدمه محمد وآل محمد. هلا غاتي هلا وسهلا. شكرا جزيلا. هلا يوم الله يسعدك. هلا عيني. ان شاء الله على الولايه. هلا عيني. اهلا وسهلا. هلا اليوم عيد الغدير. صلوات على محمد وآل محمد. اكو احسن منا يمه؟ أكو ماكو أحسن من عيد الغدير وأيامهم حلوة، وهاي هاي أم العالم هسه من دا أشوفها صار لي سنة ما جاي للكاظم، ظليت صافنة الصلوات على محمد، كون الله يطول بعمري وأشوف كل سنة. الله يسلمك كده فجول اسمك فجول اسمك الله يسلمك الله يسلمك الله يحفظك. مشاهدي الكرام، بالتالي احنا اليوم مثل ما نشوف ايراني. اهلا وسهلا. ايراني. العام وانت بخير. العام وانت بخير. تبات على ولايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما از استان شیراز اومدم به چه شهرستان فسار روستای خیرآباد. ما اینجا یک ماه تو حرم امامسای کاظم به امام جواد افتخاری داریم کار میکنیم. انشاءالله یک ماه اومدیم، با امید خدا دوشنبه نمخیم، با امید خدا برگردیم ایران و محمد آل محمد صلوات. شکرا. نعم مشاهد کرام، اذن بالتالي اليوم انه عيد الغدير هو مو فقط، انا حتى شخصيا اقول انه مو فقط علي بن ابي طالب مو للشيعة فقط، انما للعالم اجمع، وباعتراف العالم اجمع انه اليوم كل المفكرين، اغلب المفكرين، اغلب اللي واصلين بمستوى عالي بالعلم، خصوصا انه باوروبا بالدول الاسلاميه بالدول العربيه، انه يتبعون علي بن ابي طالب ونهج وعلم علي بن ابي طالب. لذلك يعني اذكر فتقص عن هذا الموضوع انه احد الاساتذه العراقيين يقول انه بجامعه امريكيه اللي ما يحضرني اسمها حاليا، يقول وجدت انه العديد من الشخصيات الاجنبيه انه تجي تعطيني كتاب من احدى المكتبات وتاخذ منه بعض المعلومات تروح، يقول فمن باب الفضول جيت والان لقى الكتاب انه هو كتاب نهج البلاغه للإمام علي بن أبي طالب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم ألف خير إن شاء الله. صحة وسلامة إن شاء الله جميعا، إن شاء الله ثبات على الولاية، إن شاء الله موفقين إن شاء الله، وكل عام وأنتم ألف خير إن شاء الله. مثل هيك يوم عيد الله علي بن أبي طالب، هاي الشخصية اللي يعجز عنها أي لسان أو أفصح اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام والعالم الإسلامي والأمة الإسلامية والشعب العراقي بألف ألف خير بمناسبة عيد الغدير الأغر، العيد الأكبر، العيد الإسلامي الحقيقة الذي نصب به خير البرية الإمام علي عليه السلام، لولي للإسلام وقائد للإسلام. حقيقة نحن نعيش هذه الليلة
بكل فرح وسرور بما هذه المناسبة. كل الإسلام وبخصوص الشيعة يعيش هذه الليلة ويحيي هذه الشيعة. يعتبر هذا العيد هو أفضل الأعياد بالنسبة لشيعة أمير المؤمنين. نسأل الله تعالى بحق أمير المؤمنين أن يحفظ العراق ويحفظ الأمة الإسلامية في هذه الليلة المباركة وبهذه العيد الأكبر، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والأمان والبركة والسعادة. إن شاء الله الثبات على الولاية. إن شاء الله الثبات. يعني الطقوس شلون تكون بهيك يوم؟ حقيقة يعني كل الشيعة وكل الإسلام وكل الأمة في جميع المحافظات وجميع المناطق تحيي هذه الليلة بالسرور والفرح وإشعال الشموع بمناسبة هذه، لأن حقيقة يعتبر هذه العيد من أفضل الأعياد لدى الشيعة، إيجابية وسعيدة للعالم الإسلامي والعالم الشيعي. ببركات الأمير علي عليه السلام والإمام علي عليه السلام حقيقة نرى اليوم الفرح والسرور يعم على الشعب العراقي، وإن شاء الله دوام الصحة والسلامة والسرور والابتسامة على شفاه شعبنا العظيم. شكرا لكم لحضور الله سلام. شاهد كرام، إذن بالتالي احنا نقول كل عام وجميع العالم بألف خير، كل عام والعالم الإسلام بألف خير بمناسبة عيد الغدير الأغر، عيد الأضحى، عيد الغدير عفوا. وأيضا أنه شخصية مثل الإمام علي علي بن أبي طالب يعجز حقيقة اللسان عنها، أنه هاي الشخصية اللي طالما خدمت الإنسانية منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وبالتالي حتى بالمستقبل سواء على حتى العلماء اللي الباحثين الفيزيائيين وغيرهم، كل تفصيلة من مفاصل العلم نلقى أنه الإمام علي عنده لابد يعني فد حكمة أو قول بهذا الموضوع. فبالتالي إن شاء الله ثبات على ولاية علي بن أبي طالب. وأنا قبل لا أختم أكو فد قصة يعني صارت وياي بالابتدائية لحد الآن باقية ببالي، أنه بدرس العربي كان عندنا امتحان، واحد الزملاء اللي اسمه حيدر يعني جانا الإنشاء أنه ماذا تعرف عن علي، فلازم الصفحة تكون الصفحتين يمليها عن الإمام علي، فكتب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وطلع. فجاء الأستاذ قال له ليش يعني ما كتبت؟ قال له يعني الإمام علي مستحيل أنه ألخص بورقتين أو بورقة ونص أكتب عن هاي الشخصية العظيمة. فبقت الأستاذ أعطى درجة كاملة على هذا الجواب. فبالتالي فعلا أنه اليوم الإمام علي هو عنوان، مجرد هذا الاسم علي بن أبي طالب هو بحد ذاته عنوان كبير لحياة نحن المسلمين وحياة البشرية بشكل عام. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.